أكيد مساحتنا الأولى رشا حتكون مع العمل التطوعي والإنساني. شو هي الأنشطة الجديدة لهالعام؟ وأكيد رح يكون معنا المسؤول الإعلامي عبد العزيز الحبال من جمعية ساعد حتى يطلعنا أكثر على التفاصيل. صباح الخير. يا صباح النور، يا هلا. أهلا وسهلا. صباح اهلا الخير وسهلا عبد العزيز، فيكم. صباح النور. كيفك؟ تمام، بخير الحمد لله. انتم أول شيء كيفكم؟ بدنا نقول لك العام وأنت بخير. انت بألف خير. هيك بما انه عم نعايد وخلينا نروح للسنه الماضيه، خبرنا عبد العزيز كيف كانت 2021؟ شو قدرتوا تعملوا فيها؟ شو اهم النقاط اللي تسجلت لجمعيه ساعد خلال 2021؟ 2021 هي كانت مليئه بجائحه كورونا، خلت العمل بجمعيه ساعد يختلف عن العمل المعتاد. نحن يعني دائما بيكون في عندنا خطط مستقبليه، بيكون في عنا تنسيق لمبادرات، في مبادرات بنشتغل عليها بكل وقت بوقته. اجت سنة 2021، وال 2020 من بداية جائحة كورونا غيرت ترتيب الأوراق، خلتنا نكون موجودين بأماكن ما كنا موجودين فيها من قبل، جعلتنا دكاترة مثل ما بيقولوا انه دكتور بدون رخصة، اللي هو اللي خلت هذا الوضع هو اللي فرض حاله. بلشنا فيها من بدايتها، من هي من خلال كان توزيع السلال، ولا ان كان خليك بالبيت، ولا ان كان صرف الراشتات والتواصل مع المرضى. وبعدين بلشنا بموضوع الاسطوانات، وموضوع الاسطوانات استمر من بدايه الجائحه، من بعد ما خلص الحجر الصحي لحد هلا نحن عم نشتغل فيه مع تواصل تام مع المرضى. هذا أهم ما سجلت في 2021، يعني نحن فينا نقول جائحة كورونا هي أهم ما سجلت لجمعية ساعد، هو تواجد جمعية ساعد على خط صعب بشكل خطر على متطوعينا، بس نحن قدرنا يعني نحن نكون موجودين مع العالم، قدرنا أنه نسهل كثير حركة شغلات، وقدر كثير أنه نقدر نوصل الأسطوانات والأدوية. أكيد، يعني بما أنه حكيت أنه مستمرين أنتم بتوزيع الأسطوانات والأكسجين بمرحلة ما ولهالمرحلة، يعني إن شاء الله تختفي الكورونا كلها إن شاء الله يا رب. أكيد كنتوا يعني هيك سند كمجتمع محلي مع وزارة الصحة بتأمين هذا طبعا. الشيء، خبرنا كمان عندكم شيء جديد بخص توزيع الألبسة، يعني نعرف أنه في ظروف يمكن اقتصادية صعبة عم تمر على أغلب العائلات السورية، اليوم قد إيه مهم تعزيز هي الروح أنه نحن لبعض؟ عرفت كيف؟ انه مثلا بتوزيع الالبسه، باعطاء هيك جرعه من العطاء، من انه نحن معك سندك. صحيح. هلا نحن عم نشتغل، اشتغلنا على مبادره هي اسمها مبادره دفانا محبتنا، هي مبلشه مو بهي السنه، مبلشه من 2015. فكرتها هي انه كيف تقدري تربطي المجتمع مع بعضه. ما لقصت بس قطعه ثياب، نحن بلشنا فيها بموضوع تحدي طلع فيه الخال عصام على السوشيال ميديا، قدم قطعه من خزانته وقال انا بقدم هي القطعه يلي بحب، وبوجه التحدي لعشر اشخاص، بتمنى من هي العشر اشخاص يعني ترجع تنقل التحدي. فكره هي المبادره هي مو بس فكره انه نحن كنا موجودين بموضوع الثياب، ولا كنا نحن عم ننقل هي الثياب، نحن قديش كنا عم نقدر نعمل ترابط للمجتمع. طبعا هي تقريبا هلا هي خلصت، نحن صرنا مستمرين فيها بحدود الشهرين. طبعا مثل ما قلنا قبل بمره هي ما الى وقت محدد، يعني هي ممكن تخلص بوقت بالجمعيه، ولكن التحدي موجود على السوشيال ميديا، الفكره اللي نشرناها موجوده، ما بالضروره انه هي الثياب بتضل عم تجي للجمعيه والجمعيه هي عم ترجع تقدم لها نفس، يعني ترجع تنظفها وترجع تقدمها. العالم فيها انه هي طالما شافت الفكره وصلتها حبتها فيها تضل هي مستمره فيها، بغض النظر اذا هي كفت يعني خلصت بتوقيتها بجمعية ساعد لهي السنة ولا كفت. طبعا بس حتى رح تنعاد يعني. طبعا نحن كل سنة في عنا دفانة بحبتنا، يعني مو طبعا مو مرة واحدة. كنا عم نحكي عن الكورونا والاسطوانات، خلينا شوي بس هيك نحكي قد ايه عدد الاسطوانات الموجودة بجمعية ساعد اللي عم تقدروا من خلالها انكم تساعدوا الناس؟ والله هو العدد كبير، انا ما فيني اعطيكي عدد محدد، يعني نحن بلشنا فيها مثل ما قلت لك نحن من 2020 لحد هلا، وعم بتضل الاسطوانات عم تجي وتروح تجي وتروح. نحن فعليا عندنا بقلب المكتب ما موجود هلا ولا اسطوانه. فهي يعني اني احصر لك عدد محدد ما راح اقدر اعطيك للامانه، ولكن العدد جدا كبير. انا اتوقع يعني بحكم انه هو ماله من ضمن عملي، يعني مالي مطلع على الرقم الحقيقي، بس انا بتوقع انه هو فوق ال 400.
عم تقدر ولكن الرقم تغطي؟ جدا كبير يعني ودائما عم بيزيد. عم تقدر تغطي الحالات؟ طبعا لانه نحن انت قصدي لا يخلو الامر لا يخلو الامر من ضغط. يعني هو الرقم دائما قابل للزياده. يعني انت اليوم اي كان الرقم الموجود هلا حاليا اللي اشتغلت فيه جمعيه ساعد فهو اذا ما زاد اليوم راح يزيد بكره، لانه دائما نحن عم نوصل لضغط معين، عم نكون موجودين بالمكتب، كل شيء موجود على الاسطوانات طلعت برا المكتب وما عاد فيه، فنحن عم نضطر نرجع لحاله الشراء ونرجع يجي اسطوانات جديده على المكتب وترجع تطلع، فالرقم جدا كبير. نعم، يمكن تواصلكم كان على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلوا معكم العائلات اللي كانت بحاجه لاكسجين بفتره صار في قله باسطوانات الاكسجين بالسوق، يعني كنتوا هيك. لا هو ما بالسوق يعني هي نحن لما كجمعيه كان في نقص بالسوق. يعني نحن تواصلنا مع عصام حبال وقلنا انه كان سند للمجتمع كمجتمع محلي بهذا الموضوع بتامين اسطوانات الغاز للناس المحتاجه. تمام عفوا الاكسجين اخذ علي الغاز هيك زينب عندك غاز. فخلينا هلا كمان نحكي عن موضوع اخر كمان خطوه لكم، هو بتشاركيه مع محافظه دمشق بموضوع تاهيل الحدائق. قد ايه اليوم مهم هذا الموضوع وخاصه انه دمشق وريفه فيها مجموعه كبيره من الحدائق؟ هلا بالنسبه لموضوع الحدائق نحن بلشنا فيه مو من هلا، نحن مبلشين فيه فعليا من 2017. اول حديقه نحن اشتغلناها كانت حديقه السندباد، كانت حديقة السندباد. وقتها نحن نزلنا عملنا إعادة تأهيل كامل للمقاعد، عملنا صنعنا سلل زبالة مختلفة عن الشيء الموجود، عملنا عملية تنظيف، عملنا كان موجود مثل حائط وأماكن هيك يعني موجودة هي ما لها مخدمة أبدا، رجعنا عملنا لها رسم، رجعنا عملنا لها إعادة تأهيل. أول حديقة نحن عملناها هي حديقة السندباد. هلا بهي السنه رجعنا اشتغلنا بنفس هذا الموضوع بالحديقه اللي هي مقابل الجمعيه، رجعنا عملنا لها اعاده تاهيل كامل. طبعا كنت بتمنى لو انا بعثت صور قبل او ايه لو كان في هذا التواصل كنت بعثت صور او شيء كيف كانت قبل وكيف صارت. يعني هي فعليا قبل ما كنت حتفوتي لها، يعني هي ما كانت حديقه، الوسخ هذا كانت مكب او شيء، يعني ما كان حدا اساسا بفكر يفوتها. يعني لما رجعنا اشتغلنا عليها اشتغلنا عليها بشكل كامل، يعني الحيطان الارض مثل ما هي كلها وسخ كلها شلناها ورجعنا زرعناها عشب وجبنا يعني زهور وهذا ورد أساساً. تمام وخشب واعاده ترميم كامله. يعني صدقا كنت بتمنى لو في صور كانت موجوده بنشوفهم بحلقات ممكن تشوفون يعني على السوشيال ميديا موجودين. ضلت محافظه هاي المناظر اللي انتم شكلتوها هذا الرسومات الحلوة؟ طبعا هلا هي بحكم انه هي بمقابل الجمعيه فنحن عم نكون في عنا الى حد ما يعني عنايه بالموضوع. طبعا الجمعيه الحديقه هي حديقه عامه يعني اكيد كل العالم مسموح، ونحن اساسا عملناها لحتى العالم تقدر تشوف. يعني نحن حطينا لها كراسي، حطينا لها طاولات، اماكن اي حدا بيقدر يفوت عليها. ولكن بعد ما انعمل هذا العمل كلياته هي مو فكره انه نحن يعني نحن نحذر العالم. يعني انت اليوم شفت هي انت اليوم كبني ادم موجوده هي كانت هي الحديقه قدامك وكنت شايفها كيف كانت وشفتها هلا كيف صارت، فبس ساعدنا انه هي تستمر. يعني نحن يعني ما عم نقول لك طورها معنا ولا عم نقول لك حسنها ولا تعال دهي معنا، بس يعني خلينا نتساعد انه نحافظ عليها. يعني ان شاء الله 2022 خطط وانجازات حتكون بال 2022. قربنا على رمضان ونحن بنعرف انه دائما جمعيه ساعد لها فعاليه كثير حلوه وهي خس الجوع. خلينا نحكي عن تحضيرات ل 2022 ونحكي عن فعاليه خس الجوع. هلا خس الجوع نحن تقريبا هلا بنهايه هذا الشهر بنبلش نحن نشتغل عليها او بنص هذا الشهر. طبعا هي مبادره بنشتغل فيها برمضان، بدأت بعام 2015. طبعا هي السنه والسنه الماضيه والسنه اللي قبلها كان الوضع جدا مختلف. يعني خس الجوع اختلف العمل فيها من بدايه العمل بكورونا بطريقه رهيبه. نحن بال 2020 كنا متعودين انه نحن نكون موجودين مقابل الجامع الاموي، الكورونا حرمتنا هذا المكان، خلتنا نحن نكون موجودين بمكان مغلق معقم اكثر، يعني اقل عدد من المتطوعين. يعني نحن كنا نفتح دائما باب التطوع، سكرنا بهذيك السنه نحن وقتها وخلينا انه يكون في صنعنا افرولات كمامات لحتى يكون الوضع مناسب تماما. اجت 2021 طلعنا من هذا المكان ورجعنا للجامع الاموي و
يعني بس بأمور يعني كمان أكثر حرصاً، يعني عدد المتطوعين كان أقل، كمامات، الكفوف، العمل الوقائي. هلا هي السنة نحن مبلشين لتخطيط بإذن الله من هذا الشهر. خس الجوع قد ما خططنا له، هي عفوية، في شيء بيصير على أرض الواقع مختلف. يعني نحن سنة وحيدة يلي حطينا هدف براسنا قبل ما نفوت أنه نحن بدنا نحقق 1,000,000 وجبة. أوه. وحققنا، جبنا 1,050,000 وجبة. كانت سنة 2017. في تخطيط لخس الجوع، في عمل لخس الجوع، في طرق دائما بنشتغلها بخس الجوع، ولكن خس الجوع هي دائما مبادرة عفوية إنسانية. العمل كله حتى إنساني، حتى عم يشاركوا فيها كانوا فنانين وجوه معروفة كتير نحكى عنها بالسوشيال ميديا. أنا بدي أسألك عبد كمان بالنسبة للي بدون يتطوعوا بجمعية ساعد، نعرف وقت الكورونا كتير خففتوا أعداد، كنتوا أخذين إجراءات احترازية، هلأ في ناس حابة تفوت، عم تشوف كيف وضع الشباب والصبايا، عم يحبوا بعد رهج مثل ما بيقولوا أو وهج هيك العمل التطوعي موجود بسوريا، في كتير ناس عم تحابة تكون معكم بجمعية؟ تمام. هلأ بس بكفي لك مثل ما هي بلشنا بالفكرة أنه هي مبادرة عفوية، أي شيء منخطط له منلاقي أحسن منه. يعني خس الجوع هي دائما هي المبادره يلي فيها خير، المبادره يلي فعليا ما بنكون اكلين هم التمويل فيها، الرز، السمنه، فجاه بتلاقي في حدا خلق امن لك هدول الشغلات كلياتهم. بالنسبه لموضوع المتطوعين هو كل سنه عم بيزيد، ولكن فعليا يعني الوضع يلي عم يحكمنا عم بخلينا يعني نحن بنحاول ما نعتذر، يعني نحن عم نحاول نلاقي طرق بديله انه نحن نخلي نستقبل هي العالم كلياتها موجوده معنا. مثلا نحن بالسنه الماضيه حاولنا نشتغل على موضوع شفتين، انه مثلا نحن اليوم عندنا 50 متطوع ما فينا نخليهم يشتغلوا معنا من الصبح للمساء، فنحن بنحاول نشتغل نقسمهم، حدا من العشرة للتنتين، حدا من التنتين للخمسه. بهي السنه اذا كان الاقبال قوي، وحيكون قوي، ممكن نقسم شفتات اكبر، ممكن نلاقي طريقه نوسع فيها المطبخ، ولكن بجميع الاحوال خس الجوع موجوده ومستمره وحتكون مع العالم ان شاء الله. دائما النيه عم تقلي انه عفوا بيختلف معكم على ارض الواقع قصص كثير، بتكونوا مخططين لشيء وبتلاقوا شيء ثاني. تماما. الهدف النيه، فهدفكم اكيد كثير انساني، وكنا معكم بالحملات السابقه وحنكون معكم اكيد بهاي السنه متواجدين. عبد العزيز بس خبرني، في دعم للجمعيه؟ عم يكون لكم دعم خارجي؟ لا، نحن دعمنا من وقت ما بدات جمعيه ساعد من عام 2011 لحد الان هو مجتمع اهلي فقط. نحن دائما في عندنا جمله، نحن من الناس وللناس. اي مبادره اليوم عم نطلقها، وحتى كجائحه كورونا، وحتى كاي استجابه نحن طلعنا عليها، عم بيكون الدعم هو من العالم. تمام. نعم، والتشبيك مع جهات ثانيه ان كانت حكوميه او خاصه، في هيك شيء هلا على السنه الجديده؟ هلا مع الجهات الحكوميه نحن دائما مشبكين مع الجهات الحكوميه باي عمل بنشتغله، دائما في دور لوزاره الشؤون، مو دور يعني هن رعايه اساس العمل اللي يكون مع وزاره الشؤون. اذا هلا نحن عم نشتغل بالموضوع الصحي ففي عمل مع وزاره الصحه، بالموضوع الخاص هو حسب المبادره بقى. نحن بسنه من السنين شاركنا دفانا محبتنا مع بيرسيل، استمرت الشراكه معهم مده سنه او سنتين، كتر خيرك ليلبس غيرك. ما عندنا مشكله ابدا باي تشاركيه بتصير، ولكن هي يكون العمل بالهدف نفسه، يعني نحن اللي نحن عم نشتغله. تمام. كثير مهم بهذا الوقت زينب انه يكون في ثقه، الناس بهذا الوضع وهذا الظرف فقدت ثقه بقصص كثير، فكثير حلوه الثقه اللي بنيتها جمعيه ساعد بينها وبين الناس، وهي المصداقيه. هي بجوز السوشيال ميديا لعب كثير دور كثير مهم. في ناس كثير دخلت باسم جمعيه ولكن للاسف كانت غطاء لشيء ثاني، ولكن يوم انتم كنتوا على الارض واثبتوا صدق النوايا، فنحن كثير بنتمنى لكم الخير. وهيك حنترك لك الهواء باخر الفقره، شو حابب تقول وشو حابب هيك لمين توجه معايداتك كونه نحن بسنه الجديده؟ هلا بحب اقول كل عام وانتم بالف خير، سنه جديده حلوه، خاليه يا رب من الكورونا، خاليه من المشاكل، خاليه من كل هي الاعباء اللي نحن عم نعيشها. جمعيه ساعد اليوم هي مستمره بالعمل بموضوع الكورونا، عم نشتغل على موضوع الحدائق، وعم نحضر لخس الجوع. كل عام وانتم بخير.
وانت بخير يا رب. اليوم خس الجوع حتبلش برمضان بس؟ يعني قبل بقديش المده تقريبا؟ لا هي بتبلش برمضان يعني نحن نبدا التجهيز لإله بلشتوا فيه هلا يعني تقريبا يعني كل حدا اليوم حابب هيك كونه حنختم معك حابب يكون بفعاليه خس الجوع كيف شو الطريقه؟ يتواصل معنا على الصفحه. نحن في عنا صفحه، نحن عنا يعني الصفحه الاساسيه هي صفحه جمعيه ساعد، ولكن في عنا جروب اسمه متطوعي وجمعيه ساعد. اي حدا بيحب يتواصل معنا ويكون موجود معنا ان كان بخس الجوع ولا بالكورونا ولا باي مكان فيتواصل من خلال الصفحه، وفي ارقام موجوده عنا ونحن بنرحب بالجميع. نعم اهلا وسهلا، شكرا لك ولكل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك عبد العزيز، وبنتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وهيك نشوف دائما انجازاتكم على الارض موجوده. شكرا لكم، شرفتنا.